ماشي يا فندم، ماشي يا فندم. انا واخد ارض سيادتك من سنه 80، الارض دي مستصلحه من سنه 80. ايوه. في طريق جنى سفاجه مستصلحينها احنا ومجموعه كبيره حوالي 300 نفر، 350 نفر. ايوه. لو سمحت يا حاج صالح. نعم. وطي التلفزيون خالص. حاضر يا فندم. الارض دي مستصلحينها من سنه 80. ارض على طريق قنا سفاجة مستصلحينها من سنة 80، انت وبعض الاهالي في قنا. بالظبط، كنا عاملين جمعية سيادتك، والجمعية دي جاء سنة 88 حلها السيد رئيس الوزراء، السيد رئيس وزير الزراعة السيد يوسف وادي. حل أيوه. الجمعيات دي وبعت لنا جوابات التعامل مع هيئة تعمير الصحاري والتنمية الزراعية. ايوه. انا سيادتك واحد من اللي تعاملت مع هيئة تعمير الصحاري والتنمية الزراعية من سنة 88. ايوه. خدت عقد من هيئه تعمير الصحاري سيادتك سنه، خدت في 2006. ايوه. تمام، وانا موجود على الارض دي وزارع فيها ومعايا حيازاتي ومرخص مزرعه مواشي ومزرعه البان، ويعني مزرعه يعني ان شاء الله شغالين فيها وبنبيع في الملك الحر عشان نستصلح انه نتوسع اكثر. ايوه. انا وحياتي سته وعيالنا 45 فرد في الارض دي. ايوه. جاء امبارح سيادتك جاب مجموعة أنا ما أعرفهاش من فين، امبارح الكلام ده، جاب مجموعة ما أعرفهاش من فين دي بعربية لإخواتي اللي قاعدين هناك وأنا ما كنتش قاعد. فجوا قالوا والله ده إحنا جايين نزيل المزرعة دي، المزرعة دي تابعة لمدينة قنا الجديدة. أيوه. تمام، رغم إن مدينة قنا الجديدة دي اتوجدت في 2004. أيوه. وإحنا من سنة 80 على أرض سيادتك. أيوه. فأنا مش عارف سيادتك، رحت قبل كده للمحافظة على اساس اقدم الكهرباء، راحوا لموا الملف كله وراح الملف عاملين له حفظ. أيوة. عايز يخش للسيد المحافظ ما عرفش يخش للسيد المحافظ. هو اتعمل لك حفظ لان هي انت اتعمل لك حفظ لان هي بتتعامل ارض تعدي، ارض وضع يد. ايوه سيادتك انا مش متعدي سيادتك. انت انت انا من سنه 80 في الارض دي انت ايه؟ ومعايا عقد ملكيه ومعايا حيازات. معاك عقد ملكيه انت مشتريها؟ اه سيادتك. معاك عقد ملكية منين؟ من هيئة تعمير الصحاري والتنمية الزراعية. من هيئة تعمير الصحاري؟ اه والتنمية الزراعية. هيئة التعمير اه. وسيادتك انا من التسعينات وانا متعاقد مع الجمعية، كانت الأرض دي أول تابعة لزمان سفاجة. طيب هي الأرض دي على طريق قنا سفاجة في الكيلو كام يا حاج دي؟ دي في الكيلو 13 سيادتك. الكيلو 13. اه كنت الاول معاملاتي كلها كانت الاول مع البحر الاحمر، لما جاء سياده الوزير عادل لبيد مسك محافظ قنا اتضمت الارض دي لمحافظه قنا، انا بتعامل مع الجمعيه الزراعيه، بصرف جميع ملتزماتي من الجمعيه الزراعيه من سنه 90. طيب اسمك ايه بالكامل؟ اسمي صالح محمد محمد حسين زناد. حاضر يا حاج محمد، انا هتواصل مع هيئه التعمير علشان اقول لك وضعك ايه بالظبط وحل مشكلتك هيكون ازاي، وده هيبقى بكره ان شاء الله. علشان انا خدت منك مكان، انا اديتك وقتك اهو الكامل وسمعت منك مشكلتك وهرد عليك بكره باذن الله. طب استاذنك بس ان انا السيد رئيس الوزراء يشوف حل في محافظه قنا، لان محافظه قنا فيها اللي مكفيها سيادتك. وسيادتك انا يعني استاذن حضرتك من هذه المنبر ان يكون في نظره من المسؤولين لمحافظه قنا، يكون في نظره من المسؤولين من محافظه قنا، لان سيادتك الارهاب مليئه وفي نفس الوقت الفساد مليئه. بص يا حاج صالح، اتفضل يا فندم. لو قلنا فساد، الفساد موجود في كل حته، صح ولا لا؟ ماشي، لكن ازاي بنتعامل مع الفساد والفساد ده بيجي منين؟ اهم حاجه تعامل الدوله الان مع هذه المنظومه، وانت عارف ان الدوله بتتابع كل واحد، وممكن يكون المشكله اللي حصلت معاك دي بدايه لتصحيح الوضع بتاعك انت نفسه، يعني بدايه ان انت يوصل لك خدمه حقيقيه، نشوف تقنين وضعك هيبقى ازاي، نشوف الدوله هتحتضن هذه الارض ازاي. محافظه قنا من المحافظات المهمه جدا، يعني محافظه قنا المسؤولين على مختلف الوزارات بيبقوا موجودين فيها دوريا، بنشوفهم وبنتابعهم وبنسجل معاهم. فانا عايز اقول لك ان اذا كان عندنا مشكله ما نعممش، الدنيا برضو فيها بوادر جميله وفي خطوات بتحصل في الدوله في هذه الفتره. انا بحب بلدي جدا ومش بعمم. وانا حاج صالح، وانا حاج صالح ان شاء الله بكره هيكون معاه رد سليم ورد صريح، نقول ايه المشكله وايه حلها. بشكرك شكرا جزيلا. كان معايا مداخله من الحاج صالح وبيتكلم على ارضه في طريق قنا سفاجه الكيلو 13 من سنه 80.
الاهالي زرعوها وعملوا جمعيه وتم حلها بقرار من السيد وزير الزراعه وقتها، وقالوا لهم انتوا تتعاملوا مع هيئه تعمير الصحاري او هيئه التعمير، فهنتابع ونشوف مكان الارض دي، ملكيه الارض دي، تبعيه هذه الارض ومدى اشراف الهيئه عليها، وهنعمل ايه مع الموجودين في هذه الارض.